كنا يا آدم أخذنا أو تحدثنا سابقا عن الساعة أو الوقت، وكنا نسأل بها عن كم الوقت أو كم الساعة الآن وهكذا، صحيح؟ نعم. جيد جدا. وأخذنا أيضا أيام الأسبوع، صحيح؟ نعم. أريد منك أن تقرأ لي أيام الأسبوع سريعا. حسنا. الأحد، الاثنين، ممتاز. الثلاثاء، الأربعاء، نعم الخميس، جيد، الجمعة، ممتاز ما شاء الله، السبت، والسبت. جيد يا آدم، رائع. حسنا، سأضع لك يا آدم عقارب هذه الساعة، وأريد منك أن تخبرني ما هو أو ما كم سيكون الوقت. حسنا، نبدأ. إذا فعلتها هكذا، كم سيكون الوقت الآن؟ الواحدة ممتاز، الواحدة وماذا؟ وربع. ممتاز. يوم الأربعاء ماذا تفعل في الساعة الواحدة والربع يوم الأربعاء؟ أنا في المدرسة. تكون في المدرسة؟ نعم. جيد. الآن يا آدم، كم الوقت الآن؟ إحدى عشر ونصف. 11:30، ممتاز، رائع رائع رائع. حسنا يا آدم، كم الوقت الآن؟ أربعة لا نقول 4، ربع، الرابعة. الرابعة وأربعون دقيقة. رائع، ممتاز ما شاء الله، جيد يا آدم. حسنا يا آدم، في يوم الجمعة ماذا تفعل في هذا الوقت؟ أصلي. تصلي أي صلاة؟ الجمعة. تصلي الجمعة، ممتاز ما شاء الله، بارك الله فيك يا آدم.